في نهاية يناير من العام الماضي دعا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إلى إسقاط الحكومة التي كان يترأسها أحمد بن دقر في الوقت ذاته دعت فروع المجلس الانتقالي في عدد من المحافظات الجنوبية أنصارها إلى النزول والاحتشاد في عدن شهدت عدن بعد ذلك في الثامن والعشرين من يناير اشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية وسيطر المجلس الانتقالي على العديد من المباني الحكومية ظلت الاشتباكات في العاصمه المؤقته قائمه ثلاثه ايام الى ان طالب التحالف بوقفها فورا ودعا كافه الاطراف الى الالتزام بوقف اعمال العنف. الحكومه اعتبرت في بدايه فبراير من العام الماضي ان ما قام به المجلس الانتقالي محاوله انقلاب على الحكومه الشرعيه. الاوضاع ظلت متوتره في عدن وفي الاول من اغسطس من العام الجاري عاد الاحتقان مجددا بعد ان استهدفت ميليشيا الحوثي معسكر الجلاء. الهجوم على معسكر الجلاء أدى إلى مقتل قائد اللواء الأول في قوات الحزام الأمني منير اليافعي المعروف بأبي اليمامة وعدد من الضباط والجنود وفي السابع من أغسطس من العام الجاري أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا هاني بن بريك حالة النفير العام داعيا لما وصفه بالزحف إلى قصر المعاشق الرئاسي المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيث وفي رده فعله اعرب عن قلقه ازاء التصعيد المسلح في مدينه عدن ودوله الامارات تدعو الى التهدئه وتؤكد ان الحل ليس باستخدام القوه. في اليوم ذاته دعا وزير الداخليه المواطنين الى الهدوء بينما دعا قياده الانتقالي لتحديد موقف من بيان هاني بن بريك واكد وقوف التحالف مع الشرعيه في تثبيت الاستقرار بعدن.